بعد مخاض عسير، ها هي سنة 2019 تنقضي بانتخاب رئيس جديد. الرئيس عبد المجيد تبون وعد بالتأسيس لجمهورية جديدة وفق ما يتطلع له الجزائريون وإنهاء الانسداد السياسي الذي عاشته الجزائر طيلة 10 أشهر خلت. المحطة التي وصلنا إليها في آخر شهر من السنة هي ثمار شهود رجال بقوا أفياء لحراك الشعب. فقيد الجزائر أحمد قايد صالح رفق مطالب الجزائريين طيلة خروجهم للشارع قبل رحيله، أبى إلا أن تحقق هذه المطالب وفق نص الدستور بالوصول لرئاسيات شفافة ونزهة. حركة الجزائريين ومطالبتهم بإسقاط العهدة الخمسة رافقته مؤسسة الجيش. رئيس الأركان نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تدعو لتثبيت مانع أداء الرئيس لوظائفه. الرئيس السابق يقدم استقالته رسميا يوم 2 أبريل ليتم معها إلغاء رئاسيات 18 أبريل. في إطار الدستور تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم 9 أبريل رئاسة الدولة. في هذه الفترة تولى حراك الجزائريين مطالبين بمحاسبة رموز النظام السابق. العدالة تتحرك. وزراء ورجال أعمال على رأسهم وزيران أولان سابقان ثبت تورطهم في نهب المال العام يحاكمون ويسجنون. تاريخ 4 جويلية يحدد كموعد ثاني لتنظيم الرئاسيات لكنه لم يتم. الموعد ألغاه المجلس الدستوري لعدم استيفاء ملفي مترشحين اثنين. الانسداد السياسي الذي شهدته الجزائر دفع بتنظيمات المجتمع المدني لاقتراح أسماء يشكلون هيئة للوساطة والحوار. نهاية جويليا اللجنة تتشكل بمباركة رئيس الدولة وتجمع بين مختلف الأطراف السياسية بلقاء أكثر من 300 شخصية من ناشطين وخبراء وأحزاب سياسية أسسوا لتعديل جزئي لقانون الانتخابات واستحداث سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمهيدا لتنظيم الرئاسيات. في خضم ذلك قاطعت أحزاب معارضة مشاورات لجنة الوساطة لكنها حاولت منذ انطلاق الحراك التكتل في أرضية جديدة لاحتواء الشارع، وكان أهم لقاءاتها أرضية عين البنيان التي جمعت أبرز الشخصيات والأحزاب في التيار المعارض. اللقاء ورغم حجمه لم ينجح في احتواء الوضع وفق متابعين. أمام تسارع الأحداث وتقدم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامها، خرج رئيس الدولة السابق بخطاب في 8 سبتمبر يستدعي فيه الهيئة الانتخابية 15 من نفس الشهر ويحدد 12 ديسمبر موعدا للاقتراع. المجلس الدستوري يقبل ملفات 5 مترشحين تنافسوا على كرسي الرئاسة، ورغم انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للمسار الانتخابي تم الاقتراع في آجاله وجسد القطيعة مع المرحلة السابقة. عبد المجيد تبون ينتخب بأغلبية المصوتين. أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي. الرئيس يمد يده للحوار في أول خطاب رسمي يتعهد بتجاوز كل الخلافات وبناء جمهورية جديدة.